خلال الكام ساعة اللي فاتوا، إيران بلغت الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس مستعدة تسلم الأسرى اللي خطفتهم مقابل إن إسرائيل توقف القصف الجوي ضد قطاع غزة. حضرتك عارف الجيش الإسرائيلي رد على إيران وقال لها إيه؟ ولا أي حاجة، معبرهاش، وراح وجه كلامه لوسائل الإعلام كأنه مش شايف إيران أصلاً، وقال إن الجيش الإسرائيلي مش مهتم بالتفاوض مع حماس لإطلاق سراح الأسرى بتوعه، لأنه كده ولا كده هيحررهم بعد اجتياح غزة وتدمير حركة حماس وتصفية قادة المقاومة. وسيد المواطن تصريحات إيران استعداد حماس للإفراج عن الأسرى مقابل وقف القصف الجوي الإسرائيلي، وقف القصف الجوي بس، ما هو إلا إعلان واضح وصريح بالاستسلام. حماس بترفع الراية البيضة، دي حتى ما اشترطتش إنها تفرج عن الأسرى مقابل الإفراج عن الفلسطينيين اللي في سجون الاحتلال خالص. تصريح وزير خارجية الإيراني قال نصا إن شرط حماس الوحيد للإفراج عن الأسرى هو وقف القصف الجوي الإسرائيلي. طيب هل وزير خارجية إيران بيقول أي كلام مثلا؟ الإجابة غالبا لا، لسببين. الأول إن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول الأول الأخير عن تفاصيل هجوم طوفان الأقصى. صحيح عناصر حماس هي اللي نفذته، لكن الحرس الثوري الإيراني هو اللي خطط وهو اللي وفر السلاح وهو اللي درب الناس اللي نفذت، وبالتالي أي كلمة تقولها إيران ليها وزنها. أما السبب التاني فهو إن حماس ما نفتش تصريحات إيران، يعني ما طلعتش قالت لك مثلا إيه الكلام الفارغ اللي بيقوله وزير خارجية إيران ده، الكلام ده مش مظبوط، لا خالص. الراجل طلع قال الكلمتين ومحدش رد عليه غير الجيش الإسرائيلي اللي قال لك إحنا أصلا مش مهتمين بالتفاوض مع حماس على تحرير الأسر. ليه يا فندم؟ قال لك لأننا كده ولا كده هنحررهم بعد اجتياح غزة، والأهم إننا هنصفي قادة حركة حماس كله، فإزاي هنتفاوض مع ناس إحنا أصلا هنصفيهم؟ مش منطقي. وسيد المواطن لو حضرتك تفتكر معايا حلقة خلف خطوط العدو، هتلاقيني كلمتك عن بروتوكول هانيبال اللي بيسمح للجيش الإسرائيلي بتصفية جنوده لو ما قدرش يحررهم من الأسر. ليه؟ لمجرد إن محدش يعرف يلوي دراعه ويفاوضه على أسرى أو رهائن. بالبلدي كده إحنا قدام جيش في كامل عتاده العسكري بتحميه حاملات الطائرات الأمريكية وقطع حربية من الأسطول البريطاني في البحر المتوسط، قرر بشكل منفرد إنه يصفي حركة حماس بالكامل ويهجر أهالي قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية للأبد. حضرتك تقول لي امال الرئيس الامريكي جو بايدن كان هيقعد مع الرئيس المصري وملك الاردن والرئيس الفلسطيني في الاردن يتكلموا في ايه لما اسرائيل كده ولا كده مكمله في اللي بتعمله؟ هقول لك، هحكي لك تفاصيل الاجتماع اللي كان المفروض يتم بينهم واتلغى كمان شويه. لكن خلينا بس اقفل لك قصه تصريح وزير الخارجيه الايراني اللي اعلن فيه استسلام حماس، واعلنه امتى؟ قبل ساعات من زياره الرئيس الامريكي جو بايدن لاسرائيل واجتماعه اللي اتلغى برؤساء مصر والاردن وفلسطين. من فضلك ركز معايا في التوقيت كويس، وركز كمان في تصريحات الاطراف الدوليه كويس. ايران بتتكلم باسم حماس، في حين ان اللي بيتفاوض مع امريكا على اللي بتعمله حماس هم مصر والاردن والسلطه الفلسطينيه. انت واخد بالك من توزيع الادوار؟ اذا كانت حماس ماشيه ورا ايران، يبقى انت كنت رايح تقعد مع مصر والاردن وفلسطين ليه؟ ايه النتيجه اللي هتوصل لها يعني؟ انتوا كلكم كده اللهم لا حسد مالكوش كلمه على حماس، هتقعدوا مع بعض ليه؟ مش مقعدين ايران معاكوا ليه؟ اقول لك الله ينور عليك، هي دي الأسئلة المهمة، تعال بقى نجاوب عليها. تصريحات إيران باستسلام حماس بتنسف طوفان الأقصى من أوله لآخره. أنت عارف يعني إيه حماس تفرج عن الرهائن مقابل بس إن إسرائيل تبطل ضرب في قطاع غزة؟ معناه إن هجوم طوفان الأقصى ما كانلوش لازمة، كأنه ما حصلش. لا، والأخطر إن دم الفلسطينيين اللي استشهدوا نتيجة القصف الجوي للجيش الإسرائيلي هو كمان راح هدر. إحنا لحد النهاردة ومن يوم ما إسرائيل بدأت تضرب في القطاع استشهد أكتر من 2000 فلسطيني من سكان قطاع غزة. صح ولا انا غلطان؟ طيب الناس دي ماتت ليه؟ بسبب هجوم طوفان الاقصى. طيب طوفان الاقصى كان هدفه ايه؟ المفروض تحرير فلسطين، صح؟ ولا انتوا كنتوا تقصدوا مجرد استفزاز الجيش الاسرائيلي؟ انا شخصيا ما بقتش عارف، لو حضرتك تعرف الهدف منه قول لي، لان لحد دلوقتي انا ما اعرفش، وفي ناس كتير بالمناسبه لحد النهارده بيكتبوا لنا في التعليقات انهم ما يعرفوش الهدف من الهجوم. فانا عايز الناس اللي بتدافع عن الهجوم لحد النهارده تقول لنا ليه حماس رفعت الرايه البيضاء وهي اللي بتعرض الافراج عن الرهائن. قولوا لنا لما الهجوم من بدايته ما كانلوش لازمه، دم الفلسطينيين الغلابه اللي استشهدوا في رقبه مين؟ في رقبه حماس ولا في رقبه ايران ولا في رقبة حزب الله ولا في رقبة مين؟ اللي يعرف يقول لنا. هنا حد من حضراتكم يقول لي ده انت اول واحد فرحت بهجوم طوفان الاقصى لدرجة انك عملت حلقة باسمه. اقول لك طبعا فرحت وكنت طاير من الفرحة، لاني كنت متخيل انه بداية تحرير المسجد الاقصى. لكن تاني يوم عملت لك حلقة تانية باسم خلف خطوط العدو، سألتك فيها هو ايه اللي معطلنا في المستوطنات؟ ليه واقفين في المستوطنات وما كملناش طريقنا لتحرير الاقصى؟ لحد ما الدنيا بدأت تبان
كمان أكتر، وإسرائيل بدأت تاخد رد فعل بالقصف الجوي وتنفذ مخطط قديم بتهجير أهالي غزة ناحية سيناء. فعملت لك حلقة تالتة اسمها اقتحام رفح، وقلت لك إن اللي نفذ الهجوم لو كان مخطط بس لاستفزاز إسرائيل يبقى دم كل شهدائنا في رقبته، يا تنفذ هجوم كامل تكسر بيه عدوك وتحرر أرضك، يا تفضل على وضعك لحد ما تجهز نفسك للهجوم الكامل اللي تقدر من خلاله إنك تحمي أهلك من رد فعل عدوك. ده اللي احنا نفهمه. طيب لو عملت العكس، تبقى مسؤول عن كل واحد هيموت بسببك، خصوصا وانك جاي دلوقتي ترفع الرايه البيضه. يا راجل ده حتى شويه الاسرى اللي طلعنا بيهم من الهجوم ايران طالعه تتكلم باسمك وتعرض الافراج عنهم بدون اي مقابل. ما خد بالك، وقف القصف الجوي ده مش مقابل، انت كده ما خسرتش الجيش الاسرائيلي حاجه. هو لما يوقف القصف الجوي هيخسر ايه؟ ولا حاجه. يخسر لو اضطر يرجع الارض اللي احتلها، يخسر لو اضطر يفرج عن الاسرى اللي في سجونه، يخسر لو قعد مع المقاومه على ترابيزه مفاوضات واحده، يخسر لو وافق على اقامه الدوله الفلسطينيه. انما ان يوقف القصف الجوي، ايه الخساره اللي في كده؟ لو الحرب انتهت على مجرد وقف القصف الجوي وتحرير الاسرى الاسرائيليين، يبقى هو اللي اجبرك على تحريرهم بقوه السلاح، يبقى هو اللي انتصر مش انت. يبقى هجوم طوفان الاقصى ما كانلوش اي لازمه، واللي شايف غير كده يشرح بالاسباب علشان الناس تفهم وتقتنع. فكره انك تشتم وتطلع تجري ده تصرف ملوش اي معنى غير انك جبان وما عندكش حاجه تقولها. اللي عنده تفسير يكتبه علشان الناس تفهم وتقتنع. طيب تعال بقى احكي لك قصه الاجتماع اللي كان المفروض يتم بين جو بايدن ورؤساء مصر الأردن وفلسطين. جو بايدن بيزور إسرائيل علشان يعلن دعمه لكل التصرفات الإسرائيلية. الراجل بيقول بشكل علني إنه بيدعم الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه ضد هجوم حركة حماس الإرهابية. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، أمريكا بتصنف حماس كجماعة إرهابية. تتفق أو تختلف مع ده، رأينا أنا وأنت ملوش قيمة عند الأمريكان، هم شايفينها كده. المهم كان المفروض يخلص زيارته لإسرائيل ويطلع على الأردن علشان يجتمع بالملك عبد الله والرئيس السيسي والرئيس أبو مازن، لكن مصر والأردن وفلسطين لغوا الاجتماع في آخر لحظة بسبب القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة. انت جاي تتفاوض معانا علشان نهد الدنيا، تقوم تقصف لي مستشفى؟ القصف راح ضحيته اكتر من 500 شهيد. فما كان من مصر والاردن وفلسطين الا انهم لغوا الاجتماع. صحيح ممكن امريكا تهد الدنيا ويجتمعوا بعدها بكام يوم، لكن خلينا ماشيين ورا الاحداث واحده واحده. حضرتك تقول لي هم يعني كانوا هيقولوا ايه في الاجتماع اذا ما كان لهمش كلمه على حماس؟ اقول لك ان جو بايدن ما قداموش دلوقتي غير خمس حلول، لان ما تنساش ان جو بايدن والحزب الديمقراطي اللي هو بيمثله يهمهم دعم اللوبي اليهودي في انتخابات الرئاسه الامريكيه الجايه، وبالتالي هو مضغوط من ناحيتين. الاولى انه ما ينفعش يتخلى عن اسرائيل لصالح العرب، ولا ينفع يسيب الشرق الاوسط يولع بتدخل ايران وحزب الله ومصر عسكريا. خليك فاكر ان مصر حركت قواتها لسيناء والرئيس المصري طلع هدد باستخدام القوه لحمايه الحدود المصريه من اي محاوله لتهجير اهالي غزه لسيناء. وبالتالي جو بايدن يا يبيع العرب لصالح اسرائيل والمنطقه كلها تولع، وده طبعا هيخسره الشعب الامريكي كله، لان من بين وعوده الانتخابيه لما ترشح لرئاسه امريكا انه مش هيدخل ولادهم في اي حرب خارجيه. لو تلاحظ انه لحد دلوقتي ورغم غزو اوكرانيا الا انه ما حركش القوات الامريكيه للدفاع عنها. ليه؟ لانه وعد الشعب الامريكي بعدم توريط ابنائهم في اي حرب خارجيه، خصوصا بعد فضيحه انسحابهم من افغانستان. الا ان الوضع في اسرائيل مختلف، الراجل فعلا حرك حاملتين للطائرات وحرك قواته الخاصه وطلب تجهيز 2000 جندي علشان ينقلهم لاسرائيل ويشاركوا في الحرب لو مصر او ايران او حزب الله اتدخلوا عسكريا. يعني الراجل هيخلف وعده الانتخابي وهيشارك بقواته في حرب خارجيه، وده معناه ان الحزب الديمقراطي كله هيخسر الانتخابات الرئاسيه الجايه لصالح الحزب الجمهوري اللي بيمثله ترامب. طيب جو بايدن بقى هيتصرف ازاي علشان نفهم؟ هقولك. اول حل ممكن جو بايدن يستخدمه هو انه يضغط على اسرائيل ويمنعها من تنفيذ الاجتياح البري، وده علشان يقدر يوفر ممر امن لدخول المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، ويقنع مصر بفتح معبر رفح قدام الرعايا الامريكان العالقين على المعبر، وبعدها يتفاوض مع حماس للافراج عن الرهائن بشكل سلمي. انت دلوقتي كجيش اسرائيلي رفضت عرض حماس بالافراج عن الرهائن مقابل وقف القصف على قطاع غزه، طيب هو حضرتك متوقع ايه من حماس؟ هتسيبك مستمر في مسح قطاع غزه من على الخريطه يعني؟ اكيد هترد. أسهل وأسرع رد هو التخلص من الرهائن، وبالتالي جو بايدن يهمه الحفاظ على حياة الرهائن وتحريرهم. لكن ورغم أن الحل ده يبان سلمي جدا ولطيف جدا، إلا أن الحل ده هيخسروا اللوب اليهودي في أمريكا، وبالتالي يبقى خسر انتخابات الرئاسة الأمريكية الجاية. طيب الحل التاني إيه؟ الحل التاني أنه يعمل العكس، يعني يوافق على تنفيذ الاجتياح البري لقطاع غزة وتصفية قادة حماس وتدمير شبكة أنفاقها، بالبلدي كده تدمير حركة حماس بالكامل. لكن في الحالة دي ما يضمنش رد فعل إيران وحزب الله في لبنان والحرس الثوري الايراني في سوريا، سهل جدا يدخلوا الحرب، فيضطر هو كمان يورط الجيش الامريكي في حرب شوارع
داخل قطاع غزة. غالبا كده خسائرها هتكون اكبر من خسائر امريكا في حرب فيتنام، وبالتالي برضو يبقى خسر انتخابات الرئاسة الامريكية الجاية. طيب الحل التالت، الحل التالت انه يقدر يقنع مصر بفتح معبر رفح واستقبال اهالي قطاع غزة في سيناء لحد ما اسرائيل بس تقدر تجتاح القطاع بريا وتنفذ عمليات عسكرية لمحاولة تحرير رهاين. بعدها تقدر مصر انها ترجع الفلسطينيين لقطاع غزة مرة تانية. لكن طبعا انا وانت عارفين ان مصر رفضت الاقتراح ده رسميا، لدرجة ان الرئيس السيسي هدد بالتدخل العسكري لحماية الحدود المصرية لو اي حد حاول يفرض القرار ده على مصر. ليه؟ لسببين. الاول ان مصر عارفة متأكدة ان بمجرد خروج الفلسطينيين من قطاع غزة اسرائيل عمرها ما هتسمح لهم يرجعوا له تاني، وبالتالي تبقى القضية الفلسطينية انتهت للأبد. اما السبب التاني فهو ان لو ده حصل تبقى اسرائيل نجحت في احتلال سيناء من تاني، لكن بشكل مختلف، بشكل غير مباشر. سيناء هتتسرق تاني من مصر. طيب الحل الرابع، الحل الرابع هو ان جو بايدن يسمح لاسرائيل بتنفيذ قصف جوي واجتياح بري لاماكن ضيقه في شمال قطاع غزه، مع الحفاظ على امن وامان جنوب القطاع، بحيث تبقى منطقه الجنوب دي هي المنطقه الامنه اللي اهالي غزه بيتحموا فيها لحد ما اسرائيل تقدر تستعيد جزء من كرامتها اللي اتمرمطت في هجوم طوفان الاقصى. والاهم انها تضعف البنيه التحتيه لحركه حماس في شمال قطاع غزه، ما هي عماله تضرب فيه بالطيران كل يوم وعلى مدار الساعه. وفي نفس الوقت يبقى جو بايدن تجنب رد فعل ايران وحزب الله، لانه سمح لقيادات حماس انهم يهربوا للجنوب وسط المدنيين، وبرده تجنب رد الفعل المصري لانه سمح لمصر تحمي نفسها من تهديد حدودها او تهجير الفلسطينيين لاراضيها. ورغم ان ده تقريبا حل وسط ممكن يرضي جميع الاطراف في الشرق الاوسط، الا انه ممكن ما يعجبش الجيش الاسرائيلي قوي. وهنا يفضل الحل الخامس، وهو انه يضغط بقوه السلاح على ايران وحزب الله ومصر، ويفرض عليهم شروطه بتنفيذ اجتياح كامل لقطاع غزه وتصفيه حركه حماس بالكامل، ده غير تهجير اهالي القطاع للاراضي المصريه. في الحاله دي هيضمن نجاحه في انتخابات الرئاسه الامريكيه الجايه ومساعده اسرائيل على تنفيذ حلمها بتصفيه القضيه الفلسطينيه للابد. لكن هل مصر وايران وحزب الله هيقفوا يتفرجوا عليه وهو بيعمل كده؟ الاجابه غالبا لا. تمام كده؟ تمام. دلوقتي بقى اسمح لي اقول لك على معلومه اخيره ممكن البعض يعتبرها تخويف، لكن انا بنقل لك الواقع. انت بقى شايف ان الواقع ده يخوف، فدي مشكلتك انت او مشكله الواقع. انا بقول لك اللي بيحصل وانت فسره زي ما تحب. نائب مساعد وزير الدفاع الامريكي السابق بيسالوه عن القوات الامريكيه الموجوده على سواحلنا في البحر المتوسط، بيقولوا له يعني ايه رايك فيها وفي قوتها والهدف منها. الراجل قال لهم ان امريكا بدات تحريق قواتها بحامله الطائرات جيرالد فورد، ودي احدث حامله طائرات في العالم، ورغم انها كانت كافيه جدا لتقديم الدعم العسكري الجيش الاسرائيلي، الا ان امريكا بعتت وراها حامله طائرات تانية اسمها ايزنهاور شويه، وبعتت وراهم وحده المشاه البحريه 27. حاملتين الطائرتين لوحدهم معاهم 16 سرب من الطائرات المقاتله، ده غير 4 مدمرات. والحجم ده من القوات بنسميه في العلوم العسكريه قوه ناريه مدمره، ده الراجل هو اللي بيقول قوه ناريه تعمل مشاكل كبيره لاي حد يفكر انه يواجهها. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان مصر والاردن وفلسطين هم اللي بيدفعوا دلوقتي ثمن الهجوم اللي حماس نفذته بدون اي هدف، بدون اي مكسب. بيدفعوا ثمن الهجوم اللي حماس نفسها اعلنت على لسان ايران انها مستعده للافراج عن كل الرهائن اللي خدتهم مقابل بس ان اسرائيل توقف القصف الجوي. سيد المواطن، دلوقتي اقدر اقول لك وبكل بساطه ان اجتماع مصر والاردن وفلسطين مع الرئيس الامريكي اللي اتلغى كان اخر امل في انقاذ المنطقه كلها من انفجار ممكن يبلعها باللي فيها. يا ترى بقى الاجتماع هيتم ولا لا؟ هيتفقوا فيه على ايه؟ هيبان بمجرد ما يجتمعوا، لانه خد بالك محدش هيخبي حاجه. سلوك الرئيس المصري نفسه باذاعه مقابلته مع وزير خارجيه امريكا على الهواء قدام الناس كلها بيديلك مؤشر ان السيسي عايز المصريين يشاركوه القرار. وخلينا اقول لك ان تصرفه ده ورغم انه فرح ناس كتير الا انه خوفنا انا. الرئيس اللي يعمل حركه زي دي يبقى شايف حاجه محدش غيره شايفها، وعايز شعبه يسنده في قرار صعب ممكن ياخده بعدها بايام، ربنا يستر. وهنا اسمحوا لي اسال الناس اللي لسه لحد النهارده بتسقف وفرحانه باللي بيحصل سؤال واحد، موقفك ايه من الشهداء اللي دفعوا حياتهم تمن هجوم بلا اي هدف او مكسب على الارض؟ يا راجل ده انت حتى الاسرى اللي خدتهم بتعرض تسليمهم بدون اي مقابل. انا بس عايزك تفتكر حاجه واحده، كل الشعوب اللي حواليك واولهم شعبك انت بيدفع تمن اللي انت عملته ومعرفتش تكمله. Run on secrets.